متواصلين مع حضراتكم وحياتنا واحتفالنا بأيام عيد الفطر المبارك، وبنرحب مرة تانية بضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة، وهنسمع دلوقتي الشيخ خالد وابتهال. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. من مثل أحمد في الكونين نهواه. صلى الله عليه وسلم. من مثل أحمد في الكونين نهواه. بدر جميع الورى، بدر جميع الورى، في حسنه تاه. تبارك الله تبارك الله ما أحلى شمائله، حاز الجمال فما أبهى محياه. الشمس تخجل من أنوار طلعته، الشمس تخجل من أنوار طلعته، والبدر قد حار في أوصاف معناه. يا عرب وادي النقاء، يا عرب وادي النقاء، يا أهل كاظمة في حيكم قمر في القلب مأواه. يا شيخ خالد، ازاي بتختاروا الاناشيد الدينيه والابتهالات ومدى مناسبتها للمناسبه اللي انتم بتحتفلوا بيها؟ والله هو عاده يعني بتكون من خلال السمع، في مثلا بعض من الناس وانا منهم يعني في حاجات كده بتتسمع بتحسها فالواحد بيحب يجربها مثلا، وبيحب يقولها ومش مرة واحدة، بيحب كمان يكررها. وفي برضو يعني في مثلا ابتهالات الواحد بيحب يجدد فيها، في ابتهالات ارتجال مثلا، وفي حاجات بالسمع مثلا من مشايخنا الشيخ نصر الدين طبار، الشيخ محمد عمران كده، يعني بنتعلم منيهم. والواحد بقى بيحاول يعني ان هو ايه يجتهد اكتر ويطلع كل ما عنده. وطبعا يعني ايه كل ليله ببركتها زي ما بيقولوا. بالضبط. سبحان الله، يعني بتكون في ليله مثلا الواحد ربنا يوفقه فيها سبحان الله، وليله مثلا يحس نفسه ان هو واقع فيها. فطبعا بتكون يعني توفيق من الله اولا واخرا. طبعا استاذ صلاح، فكره الانشاد الديني والابتهال، للحقيقه ان الشيخ ياسين التهامي وابنه كمان محمود التهامي ما شاء الله عليهم هم من المجددين كمان في وفي الشيخ التهامي. مهدي وفي الشيخ محمد ياسين، يعني هم ما شاء الله العيله كلها. بس اللي احنا عارفينه هم الشيخ محمود، لانه كمان دخل الغنى
مع الابتهال. ففكره كانت رائعه الحقيقه، واختياراته للاغنيات اللي بيقولها جميل. جميل جدا. اي أيوة والله. سمعت له حاجه مؤخرا، حاجه اسمها يا ملك، بس الريتم صوفي والكلام صوفي، بس هي اغنيه، فحاجه جميله بصراحه هم قدموها في الفتره الاخيره. التجديد في مجال الانشاد الديني والابتهال. هو كل ما الواحد يعني يسمع اكتر، يعني في بعض المشايخ يمكن مش مصريين بنسمعهم، سواء من دول عربيه او من دول اسلاميه من خارج مصر، بيقولوا حاجات جميله خالص خالص خالص، يعني زي مثلا فرقه ابو شعر دي السوريه، ما شاء الله عليهم، يعني جددوا في الانشاد وفي الايقاعات اللي بيستخدموها، ما شاء الله جميله. كل ما يكون الحاجه اللي هينشدها المبتهل او المنشد فيها تجديد، ما يبقاش ممله، لكن لما يكون نفس الانشاد هو بنفس الطريقه، فبيكون في حته ملل شويه كده. فلما ينوع بقى ويستخدم بعض المقامات الموسيقيه معها، ده بيدي ايه تجديد وروح احسن يعني. طبعا. هنسمع ايه تاني دلوقتي؟ فممكن نسمع المسكوفاح. تفضل. المسكوفاح المسكوفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. المسكوفاح المسكوفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. أشكي لي من وجدي وحالي، الله الله، وأقول لي مين النبي غالي، الله الله، أشكي لي من وجدي وحالي، الله الله، وأقول لي مين النبي غالي، الله الله، يقل لي غير أحوالي، غير الغرام برسول الله. المسكوفاح المسكوفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. طول عمري بتمنى اشوفك، الله الله، انظر جمالك وابوسك، الله الله، طول عمري بتمنى اشوفك، الله الله، انظر جمالك وابوسك، الله الله، صبرت نفسي باحاديثك، واقول لعلي في ليلي اراك. المسكوفاح المسكوفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. في ناس من الحب في غيرة، الله الله، وناس من الحب في حيرة، الله الله، في ناس من الحب في غيرة، الله الله، وناس من الحب في حيرة، الله الله، وناس مليئة تسعيرة، واحبابه في الفردوس وياه. المسكوفاح المسكوفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. يا صاحب القبة الخضراء، الله الله، حن علينا
بالنظرة. الله الله يا صاحب القبة الخضراء. الله الله حن علينا بالنظرة. الله الله هز الهلال يا أبا الزغرة واعطي لكل محب منى. المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور أبا الزهراء. حادث لجدك طمني الله الله وبذكره أفضل متهني. الله الله حديث لجدك طمني الله الله وبذكره أفضل متهني. الله الله أنا من حسين وحسين مني. أنا من حسين وحسين مني يا ابن بنت رسول الله. المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزغراء. صلي وسلم وبارك عليه. شيخ محمد لو عايزين نتكلم عن لو في حد في رمضان كان مع الوقت او حصل له اي شيء اثر شويه في العباده يعني وهو بيبقى الانسان زعلان جدا وحزين جدا طبعا لان فرصه شهر رمضان هي فرصه عظيمه جدا وايام مباركه ما ينفعش الواحد ان هو يضيعها بس لو حصل ده يعمل ايه في اللي جاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في محكم التنزيل نبئ عبادي بأني أنا الغفور الرحيم. فرحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء وعلى العبد المؤمن المقصر وإن كان ذنبه كبير فليعلم بأن رحمة ربه أكبر من ذلك الذنب. نعم بالله ونعم بالله سبحانه. فشهر رمضان كان فرصة للعبادة وفرصة للإقبال على الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الشهر ربح من ربح وخسر من خسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرابحين في هذا الشهر العظيم. آمين يا رب العالمين. لكل إنسان قصر في هذا الشهر اعلم بأن باب التوبة مفتوح ولن يقفل باب التوبة إلا عند خروج الروح. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي شوف يعني أستاذ نفيل سبحان الله يعني رحمة ربنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. في الحديث القدسي عن سيدنا عبد الله بن عمر إن الله سبحانه وتعالى سيختار رجلا من أمة النبي محمد يوم القيامة على الأشهاد. ربنا هيختار رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فسينشر له 99 سجلا 99 كتاب كل كتاب مثل مد البصر يعني صفحة الكتاب لغاية ما يجيب نهاية البصر. فيقول الله سبحانه وتعالى هل ظلمك حفظتي هل ظلمك كتبتي أتنكر من ذلك شيئا؟ فيقول العبد لا أنكر من ذلك شيئا يا رب لأنه لا ظلم اليوم أنت في مكان عند العدل سبحانه وتعالى. فرغم من كل هذه المعاصي والذنوب اللي في هذه الكتب 99 سجل فتوضع هذه السجلات على الميزان في كفة وتخرج بطاقة قطعة من القماش مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتوضع هذه السجلات في كفة وهذه البطاقة في كفة فترجح كفة لا إله إلا الله محمد رسول الله فيدخل بذلك العبد الجنة. الله شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. فعلينا وعلى كل من قصر في هذا الشهر أن يعيد حسابات نفسه. إذا كان القرآن أنت قرأته في رمضان فالمصحف موجود بعد رمضان فافتح كتاب ربنا. أنت ختمت القرآن في رمضان مرة واثنين وثلاثة اختموا في غير رمضان. صلاة التراويح أو القيام لا تنتهي بعد رمضان فصلاة الليل أو قيام الليل مشروع إلى أن تقوم الساعة
ولنا في ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يقوم الليل حتى تتورم قدمان. فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن باب التوبة مفتوح بإذن الله. بإذن الله. شيخ خالد هنقول هنسمع إيه تاني دلوقتي؟ نسمعكم حاجة كده ارتجال يعني. ذكرتك لا أني نسيتك لمحة وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. ذكرتك لا أني نسيتك لمحة وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. وكنت بلا وجد أموت من الهوى وهام على القلب بالخفقان. فلما أراني الوجد أنك حاضر شهدتك موجودا بكل مكان. فخاطبت موجودا بغير تكلم ولا بغير عيان. قصدتك يا إله الكون أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدم وانقطع الكلام. فليس أضير إن غضب الأنام. صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربنا يفتح عليك. علي أفضل الصلاة والسلام. شيخ صلاح هنختم بإيه دلوقتي؟ ماشي. هو دايما بصراحة الأطفال الصغيرين بالذات ومنهم أحفادي بيحبوا القمر. قمر سيدنا النبي. سيدنا النبي. ولو تفتكر ان انا دايما بطلبها من حضرتك. الله يكرمك يا رب. يعني رحاب ورحوبة وكيان وملك ومعنا حم وميرو دايما يقولوا لي ربنا يحفظهم ومعهم نبيل. يا رب استاذ نبيل. الله يخليك. قمر سيدنا النبي قمر وجميل
وجميل سيدنا النبي والله جميل. قمر 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 سيدنا النبي قمر سيدنا النبي والله جميل. وجهه فاق البدور زاده المولى سرورا. وجهه فاق البدور زاده المولى سرورا. قد بدا في لؤلؤة الجنوب نورا عند ذكرنا سيدنا محمد. قمر قمر الله الله قمر سيدنا النبي قمر جميل. ولا يقع الذباب عليه حاشا الله الله. ظلام الكفر من نور تلاشا الله الله. ولا يقف الذباب عليه حاشا الله الله. ظلام الكفر من نور تلاشا الله الله. جميل الوجه شيمته البشاشة جميل الوجه شيمته البشاشة جميل الوجه شيمته البشاشة جميل الوجه شيمته البشاشة. وأفضل ضحك حضرتي ابتسامة قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي والله جميل. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله. وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله. وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا الله الله. قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي والله جميل. ولا ظل له بل كان نورا الله الله. تنال الشمس منه البدور الله الله. ولا ظل له بل كان نورا الله الله. تنال الشمس منه البدور الله الله. ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنور طه قمر أفضل الصلاة والسلام قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 وجميل, 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 وجميل
جميل وجميل سيدنا النبي والله جميل عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بشكركم جدا، شرفتونا النهاردة، كل سنة وانتم طيبين. بنشكر ضيوفنا اللي شرفونا في حلقتنا النهاردة، الشيخ صلاح بنشكر حضرتك جدا، والشيخ خالد والشيخ حسين والداعي الإسلامي الشيخ محمد علي، شكرا جزيلا، شرفتونا، كل سنة وانتم طيبين. مشاهدينا بنوصل مع حضراتكم لختام حلقتنا النهاردة، هنقابلكم على خير يوم الخميس القادم، غدا أسرة جديدة، يوم السبت أسرة جديدة ويوم جديد من أيام حياتنا. في النهاية بنقول لكم أرق تحيات أسرة البرنامج وتحياتي، شكرا لكم وإلى اللقاء.